ولا الآن سندخل إلى لعبة أخرى جديدة وهي لعبة 9 دراجونز أو 9. إذا أول مرة تدخل إلى هذه اللعبة سوف تسمع هذه الموسيقى الرائعة الجميلة ثم تضغط هنا لاختار السيرفر. لدينا هنا يين وياو مثل أكية تقريبا. المهم نختار نورمال. هنا هنا تضع الميل الخاص بك وليس الاسم الحساب، الميل الذي سجلته فيه في الموقع، ثم كلمة السر التي سجلتها في الموقع. كلمة السر التي سجلتها في الموقع ثم كونكت. بعد ذلك هنا تختار الكود لحماية حسابك. أنا إذا أنا قد دخلت الآن إلى اللعبة. طريقة صناعة الشخصية كما سأريكم، إذا صناعة الشخصية في هذه اللعبة هي على الشكل التالي. لتصنع يعني شخصية تأتي إلى هنا تضغط على create character هنا. إذا هنا إذا قبل كتابة الاسم هنا تختار إما فتاة أو رجل. هنا لديك 8 أوجه، تختار بين 8 أوجه هنا، يعني فيه كثير من الاختيارات. ثم هنا لديك الشعر، هنا 21 تسريحة شعر ولون مع اللون، يعني تسريحة الشعر مع اللون ربما تكون 10 تسريحات فقط. إذا تختار التسريحة التي تعجبك. يمكنك أن تقوم بتدوير الشخصية، يمكنك أن تقوم بتدوير الشخصية. هنا تختار اللباس الذي ستبدأ به، لباسك المفضل، ثم بعد ذلك تضع له اسم سوف أسميه محمد، ثم اضغط على create character، اضغط على yes، اضغط على confirm. الان اصبح لدي شخصية محمد وشخصية ياسر. اذا انا سوف اختار هذا ياسر هذا، ثم اضغط على start. الان نحن على وشك الدخول الى اللعبة الان. إذا المفاجأة اللعبة هي أنها يعني القوائم، قائمة اللعبة والمينو، يعني قائمة اللعبة هي سيئة جدا، لكن بالدخول إلى اللعبة نجدها يعني الجرافيك رائع جدا وجميل جدا في يعني بالنسبة للجرافيك. أضغط على هذه، أضغط على هذا، يعني الجرافيك جميل جدا. لكن هذه اللعبة لا يمكنك أن تمشي بواسطة لوح المفاتيح فقط عن طريق الضغط بالماوس، ليس فيها لوح المفاتيح. يمكنك إبعاد وتقريب الشخصية. بالنسبة لخريطة اللعبة فهي على الشكل التالي. ضغطت على وورد ماب، لدينا هنا خريطة اللعبة بكاملة، خريطة العالم. عندنا هنا الأحمر هي البلاك كلان، هي العشيرة السوداء، وايت كلان عشيرة البيضاء، ناتورال زون أماكن عادية، ديسبيوتد تريوريتي ولا ما هذا يعني. هذه خريطة العالم. أنا لا أدري أين أنا، سأكون في مكان ما هنا. إذا طريقة أخذ المهمات في هذه اللعبة فإنك تضغط على هذه ثم تضغط على هذا الخيار، بعد ذلك تضغط على confirm.
ولا افهم في هذه اللعبه. بعد أن أخذت المهمة عند هذه فسيكون على الذهاب إلى هذه علامة التعجب، إذا نتجه إليها. نذهب مباشرة إلى هنا. يبدو أنه ليس هناك اختصار الطريق. سيكون علينا نتبع الطريق هكذا. نو ليس هذا هو الطريق. الطريق من هنا. ثم اتجه إلى مباشرة هناك. كان اتجه الى هذا هذا الشخص. هناك صديق يقول لي you will see the mark. ماما بعد ان نصل الى هذه الشخصية نضغط على صاحب، ثم اضغط على هذا الخيار مرتين، ثم اضغط على هذا السهم، اضغط على هذا السهم، اضغط على هذا السهم، بعد ذلك اضغط على كونفيرم. اكون قد اخذت المهمة الان من هنا. سوف نفتح الان الخريطة. يبدو أننا سوف نعود إلى هناك. سيكون علينا نعود إلى هنا. نعودنا إلى هنا. سنتحدث لهذا العجوز الآن. يبدو أنه سيعطينا سلاحا. هذه المهمة اسمها إعطاء السلاح، استقبال السلاح. سنضغط على هذا السهم، نضغط على هذه الكتابة. قال لي ما هو الأسلوب الذي تريد أن تتبعه؟ هل دينلايو أو الشاولين أو ويتانغ؟ أختار الشاولين. هناك سأقول له أنني هل أقول له أريد أن أنضم إلى الشاولين أو أتحرى المزيد منه، يعني أتحرى حول الكلانات الأخرى. سيكون عليه اختيار الكلان في هذه المهمة، اختيار العشيرة التي سنضم إليها أو الفريق الذي سنضم إليه. أولا سنلاحظ أن لدينا هنا Imperial Clan and Infernal Clan، هناك فرق. سأضع Infernal Clan لنرى ماذا يوجد في Infernal Clan. Infernal Clan لدينا Sacred Flowers، الورود السرية، Brotherhood، ثم Heavenly Demon، الشياطين. وما هذا؟
إذا لدينا ثلاث اختيارات في كل قسم، في إمبريال وإنفيرنال. أضع الأولى. إذن أنا يبدو لي أن الاختيار الثاني خاص بال يعني الأشرار، والأول خاص بالأخيار يعني. سأختار الأول ثم سأختار الشاولين الذي أعرفه. الشاولين أنا أعرفه، سأختار الشاولين. بعد ذلك سأقول أريد أن أنضم إلى الشاولين، أنا متأكد. سيقول لي اختار السلاح، تريد أن تقاتل بهذا السلاح أو تقاتل بدون سلاح؟ سأختار بدون سلاح. سأختار كونفيرم. لقد أصبحت الآن من الشاولين على ما أعتقد. سيكون عن التحدث معه مرة أخرى. فيرست أتاك، هذا سيعلمنا القتال الأول. أضغط على كونفيرم. أين سنتجه الآن؟ أفتح الخريطة. أفتح الخريطة. هذه خريطة العالم. لماذا الخريطة تبدو هكذا؟ نعم، هي الخريطة. الآن سيكون عن الذهاب إلى هنا. هنا ذهب. هيا بنا لنذهب إلى العالم. المعبد الشاولين. هذا شيء جميل. حتى هذه اللعبة لا يمكننا القفز فيها. سيكون على الذهاب إلى هناك. هو الشخص الذي سيدربنا على ما أعتقد. ليس هناك اختيار، ليس هناك اختصار للطريق. سيكون علينا أن نقوم ب أن نتجه إليه مباشرة. نضغط عليه بالماوس. إذا نختار المهمة ونضغط عليها هنا. نختار. إنه من سيدربني الشاولين. هذا جميل. إنه مدرب الشاولين الذي اخترته تماما. سوف أختار كونفيرمي. إذا سوف أتحدث معه مرة أخرى. أضغط عليها مرة أخرى. يكب دو ويبن وفريسيفد فروم. قال لي عليك أن تحمل السلاح ثم تتحدث معي مجددا. إذا سوف ندخل إلى الباك. هذا هو السلاح، قفازات، عبارة عن قفازات. سأفتح نافذة الشخصية. إذا أنا أصبح لدي السلاح. لقد لبست القفازات كما ترون، قد لبستها. انظر. شيء جميل. سوف نتحدث معه الآن مرة أخرى. الآن سيعلمنا. حتى لا تنسوني. تاب سويتش تموت. واو، انظر إلى هذه الحركة التي يعلمني إياها الآن. يبدو أن هذه حركة القتال. تضغط على التاب كي تستعد. جيد، جميل. أوكي، يعني هذه هي مهمة، يعني بداية القتال. يعني إذن
لا يعلمني الأساسيات الآن. هذا حماسي. هذه اللعبة تصلح جدا لمن يحب الفنون القتالية. ماذا طلب منا في هذه المهمة؟ قال عليك أن تتعلم أن تضرب، أن تضرب المرة الأولى ثم تأتي إلي هنا. مثلا أضغط على هذه، سيكون علي الضرب. كيف أضرب؟ كيف؟ ماذا سأضرب؟ هل يمكن أن أضرب هؤلاء؟ ربما أضرب هؤلاء. نعم. يبدو أنني نعم أصبحت الليفل 2، أصبح لدي الليفل 2. سأحضر هؤلاء. إذا قمت بأول هجوم، نجحت في أول هجوم، لنقوم بالهجوم التالي. الليفل 3، قمت إلى الليفل 3. هيا إنني أضرب الأطفال كما أنا شخص سيء. إنهم أطفال صغار جدا، انظر. أصبحت في الليفل 4 الآن، هذا رائع. لنحمل هذه الأمور، لنحمل هذه الأشياء. لا يضربوني. أضرب. لنهرب من هذا قبل أن يقتلنا. إنهم يهجمون علي يا أستاذ رغم أنهم أطفال. أهرب. هذا تشينج اريا. انا ما اضغط على تشينج اريا يا حبيبي. اضرب. لقد تبعوني الى هنا. لماذا تظهر لي هذه؟ كمان. هل علي أن أنتقل إلى؟ لماذا أتوا بي إلى هنا؟ أنا لم أتعلم بعد من الأستاذ الخاص بي. انظر إلى أين وصلت الآن. أصبحت لدي مهمة هنا. Defender of Shaolin. لدي هنا مهمة. حسنا لنذهب إليها. سنتبع الخارطة، سيكون علينا الذهاب إلى هذه المهمة. الخارطة تبدو كبيرة قليلا. إنه يبدو الأمر مثل الشخص الذي يذهب للجبل كي يتدرب هناك. واو، شيء رائع. ها هو الشخص الذي لديه مهمة لنا.
يبدو أننا سنتدرب هنا. واو جميل، لا أتحدث إلى هذا. يقول لي هذا الأصلع بأنه يمكنك أن تعود إلى بامبو، يمكنه أن يعيدني إلى قرية بامبو في أي وقت، أو يمكنني البقاء هنا. إذا سوف أختار، سوف أذهب إلى قريتي. أضغط على كفهم كي أعود. أوه سنعود إلى المكان. بعد عودتنا أصبح لدينا مهمتين هنا. لدي مهمة عند هذا العجوز المدرب المرشد، مرشد في الفنون القتالية. يبدو أنني سأساعده في شيء ما. انظر إلى الخريطة. نضغط على هذه. هناك مهمة جديدة. سأخذ مهمة هذه الفتاة، هذه المرأة هنا. تعطيني مهمة. نضغط هنا. نضغط فوق الكتابة ثم نضغط كونفيرمي. أخذنا مهمتها. سأذهب إلى هذه المهمة. إنجاز هذه المهمة هي. سأتحدث معه مرة أخرى. I want to entirely. سأزيد هنا قيمة هنا. هذا شيء جميل. إذا سلاحي أنا هو القفازة لأنني اخترت الشاولين. ليس لدي سلاح محدد. أنا أقاتل باليدين فقط. إذا أفتح الخريطة لنرى أين توجد المهمة الأخرى. نعم لدي هنا مهمة وهنا لدينا مهمة. نتجه إليهما مباشرة. إذا هذه المهمة للمدرب الخاص بي الذي سيعلمني. قال اضرب. وصلت الى المستوى الخامس. هذا رائع. قال تدرب على الضرب ثم تكلم معي. لكنني تدربت أيها الشيء، وتدربت حقا. ما فعلته الآن هو دخلت وضغطت على حرف S ثم اخترت هذه المهارة. لدي هنا الباسكس. إذن هذه مهارتي.
ثم ضغطت على هذه ووضعتها هنا. لنرى الآن هل يستلزم الاختبار. لقد لم اجتاز الاختبار بعد. ماذا اذا لدي هنا هناك مدرب اخر هنا. ساضغط هنا على تعلم الكونغ فو. ساختار هنا شيئا ما. ساختار هذه ثم اضغط على ليرن. اضغط على يس. تعلمتها. ثم اضغط على هذه ايضا ثم اضغط على ليرن. اضغط على يس. تعلم. اذا تعلمت مهارتين. واو تعلمت 3 مهارات. الان ساضغط على اس. واو هيا لنختار هذه المهارات. لدينا سماشين. اوضع هذه. سوف نرى الان. فنرى الان ماذا سيكون تأثيرها. واو واو انا اصبحت اتقن هذه اللعبة. انظر الى هذا. كلما قمت بمهارة يظهر اسمها في الشاشة. بدأت اضرب بضربة واحدة فقط. اصبحت قوية. أصبحت شخصا خطيرا الآن. وصلت إلى الليفل 8. سنرى الآن اجتزنا الاختبار. أوه لدينا الليرن كونغ فو لم أراها. لم أرى هذه الأيقونة. لا أدري كيف لم أراها. سيكون علي تعلم هذه المهارات الخاصة. هذه هي المهارات التي علي أن أتعلمها. لم أرى هذه التعلم مهارة الموجودة هنا. أوكي أضغط متر على رأسي ونختار
خمسة، الرقم خمسة. شنو جرب هذه المهارة؟ اضغط على الرقم خمسة لنجربها مباشرة. لا يمكن استعمالها في المهم تعلمناها. انظروا هناك مهارة جديدة وهي الالت. تضغط على الالت بسرعة. سرعة النينجا. واو واو واو. إذن كان عليه الذهاب الى هنا منذ زمن طويل. سيلت واو. ستكون هذه الكرة هنا. واو انني اتدرب على الكرة. تدرب على الكونغ فو. وصلت ليفل 3. اننا نتدرب يا اصدقاء. لقد انهيت التدريب. ساعود الان الى مكاني. ساعود الان الى هذا المدرب الاصلح. واو الأخير أنا قد اجتزت هذا الاختبار. واو شيء جميل جدا. رائع. لقد انهيت مهمة هذا المدرب. صار إذا كانت لدي مهمة أخرى. كانت لدي مهارة أخرى للتعليمي. ليس لدي مهارة أخرى. إذن سأفتح الخارطة. سوف أكبر الخارطة. سيكون علي الذهاب إلى هذه المهمة الآن. لقد وصلت إليه. هذا لدي مهمة لنا. نضغط على السهم. نضغط على مكان. قال لي افتح الخريطة. سيكون علينا العودة إلى هنا. والله جئنا من هناك للتو. واو اكتشفنا شيء آخر. إذا ضغطت على حرف بي سوف يقوم ب استرجاع شيء يسمونه بالفيرتال فيرتال باور او شيء من هذا القبيل.
اوكي قد دخلت المهمة. ما هي اين توجد لدينا مهمة الان؟ تعال الخريطة، لدينا مهمة هنا. مرة اخرى ننزل للاسفل. اذا اختصارا للوقت فانت تضغط على Alt وهي يسرع. قمت بالتصغير. ونسرع في انجاز المهمة. انها جارية النينجا. اذا هؤلاء الذي ترونهم هم لاعبين حقيقيين. انظر الى هذا، انظر الى هذا اللاعب، ماذا لديه؟ واو، نضغط على هذا، ناخذ المهمة الموالية. اذا اخذنا مهمة، لدينا الان مهمة أخرى هنا. هذا الشخص لديه مهمة لنا. نضغط على مرتين. ثم نضغط على كونفيرم. نفتح الآن خارطة. تتحدث مع هذا الشخص. عالم فنون قتالية هو اسم هذه المهمة. تحدثت مع هذه الآنسة. يبدأني نتحدث معهم واحدا تلو الآخر. نضغط هنا. واحدا تلو الآخر. وهذا وصلت الى ليفل 9. جميل، الليفل يظهر معك هنا. اذا اعزائي هذا كل ما لدينا، هنا فيما يخص لعبة ناين دراجونز او 9 تنانين. اذا لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على اشتراك ونشر الفيديو مع اصدقائك، وشكرا.